كمسؤول ملي كيحطك سيدنا في واحد البلاصه خاصك تبين ليا القرارات، ما يكونش حسابات عشوائيه. وزير العدل ما دايرش خدمته، وزير الصحه ما عندناش صحه في البلاد، وزير التعليم راه معلمين كياكلوا في العصا، اطباء كياكلوا في العصا. كاين غير الوعود الخاويه، باقي ما شفنا حتى شي حاجه مزيانه لا بالنسبه للشباب لا بالنسبه للشياب لا بالنسبه لاي حاجه. اللي شفنا دابا هما كيقادوا في التيرانات وكيقادوا كيبينوا زعما اوروبا راه حنايا دوله راقيه وكذا، وكاين النص ديال السبيطارات عندنا حنا راه كشيم دابا كتمشي غير كتلقى الضوء الاحمر. عليكم السلام ورحمه الله. طيب انا نسولك على شنو الراي ديالك حول التعديل الحكومي؟ التعديل الحكومي اخشي هاد الوزراء اللي جابوا دابا حاليا غيكونوا بحال هادوك الوزراء الاولين اللي كانوا دوزوا في هاد الخمس سنين هادي اللي دازت، لو تنضمنوا ان يكون خير مع هاد الناس هاد الوزراء الجديده اللي جاوا، هي راه تعديلات متساويه غتكون كفس من هاد الخمس سنين اللي دازت. المهم دوزنا كفس من هاد الخمس سنين هادي اللي دازت، تنتمناو من الله ما تكونش اكفس من هاد الناس اللي دازوا من قبل من هاد الوزراء الاولى. وهذا الشيء اللي كيبان لينا البلاد بقى كوزارة كانت وزارة كبلا وزارة، البلاد غادا متعادلة. لو كان البرلمان لو ما كانش البرلمان ما كاينش شي واش كيبان لك شي وزير داير خدمته؟ ما بانش وزير العدل ما دايرش خدمته، وزير الصحة ما عندناش صحة في البلاد، وزير التعليم راه معلمين كياكلوا في العصا، أطباء كياكلوا في العصا، فين هما هاد الوزارات؟ تنظن بان وزير الحكومه كاع اللي شد شي كرسي او ريع عليه صافي له قدوه ولا مسؤوليه عاليه، ما تقدرش تدوي عليه معاه، ما تقدرش تعطي رايك العام على الحريه على المنصب ديال. وما تنظنوا بان ما يكون شي مساواه في هذه البلاد، بان ما هادشي هذا اللي كيديروا فيه راه والو، الشعب كيضيع، الحكومه ما هي حكومه، العدل ما هو عدل. وتزيدوا انهم تيقولوا لك شي تعديلات دابا وليتي كتسمع 10 سنين 15 عام 20 عام كيدي غيدير هذا المواطن المغربي غيعيش وسط هذه الحكومه وسط هذه الوزاره وسط العدل؟ ما بانش ليا. 20 عام 15 عام 15 عام ما تتشوف بنادم ما كاين لا خدمه ما كاين والو، كتلقى الولايه ديال كل جهه كل وزير حتى هو كيدخل كيعطيك واحد التخصص. كل في هذيك الخمس سنين زيدين قوانين العدل، زيدين حباسات، ديروا للشعب فين يخدم، ديروا للشعب شي شركه، ديروا ليه شي مناصب، وفروا لهم فرص شغل. ما راه ما كاين والو في هذه البلاد، بحال الشعب كيضيع بواحد الطريقه، انت غادي وكتموت دقيقه فوق دقيقه. كي سوا جابوا وزراء جداد، سوا داروا وزراء عاديين، سوا هادوك اللي دازوا من قبل منهم اشنو داروا؟ فين هو هذا المخطط الاخضر؟ كانوا دواء على مخطط الاخضر، اين هو هذا المخطط الاخضر؟ تيدوا على التعليم 0.01 في التعليم، واش هذه بلاد؟ ما لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي نقول لك اختي العزيز. وعليكم السلام. بغيت نسولك اليوم على شنو الراي ديالك حول التعديل الحكومي؟ بالنسبه للتعديل الحكومي كما خذ القرار سيدنا نصر الله، فهذيك قرارات تحسم بيده هو، لانه عارف شكون اللي مزيان شكون اللي ما مزيانش، شكون اللي يقدر يكمل في هذا الميدان اللي عنده مسؤوليه صعيبه يعني على عاتق الشعب، لان صعيب باش نعرفوا ان الشعب غادي يبقى غير ساكت، ما انه ما كاين مشاكل عندنا في 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 المعيشه بزاف ديال المجالات. سيدنا عارف وعنده الخبار لكل شيء واي حاجه، ما اي حاجه كدوز عليه، وهذه راه مسؤوليه ديال البلاد كامله، مسؤوليه ديال الشعب ايضا، حتى هذوك المسؤولين حتى هما راه عندهم واحد في الرقابه ديالهم واحد العاتق امام الله وامام سيدنا، راه حاجه باينه. غير هي بالنسبه للمساله ديال واش غيبقى واش غيمشي، فدائما العمل اللي ما كيكونش مزيان، العمل كيكون ضعيف، ما كيكونش مزيان انه يكمل، لحقاش غادي يزيد يدهور المعيشه ولا غيدور، ما غاديش يعطينا واحد يعني استفاده كبيره. وهذا الشيء كامل كيرجع للملك نصر الله، لانه هو اللي كيكون بيدو قرارات. اللي بغى يخدم لهاد البلاد مزيان وغادي يبين وغيفرض الوجود ديالو وغيفرض العمل ديالو، العمل هو اللي تيبين، ماشي شخصيته ولا كومبلي ولا كلمه طيبه ولا. الشعب ما باغيش كلمه طيبه، باغي خدمه، باغي حنا كاع حنا عشنا بكلام زوينه، اللي جا كيجي يقول لنا كلمه زوينه تنشيقوه بحال تيصنعوا لنا الاوهام. كمسؤول ملي كيحطك سيدنا في واحد البلاصه خاصك تبين ليا
القرارات ما يكونش حسابات عشوائيه، ما تكونش عطيه واحد الحاجه اللي كتكون هبطوا سولوا الشعب، سمعوا للشعب، عطيهم وقت. هبط مالك انت شنو ضارك؟ اجي انت شنو ضارك؟ علاش تيطلقش؟ شنو انت كتعرفوا المشاكل ديال البلاد؟ ما يمكنش تمشي للمحكمه تلقاي مشاكل بزاف ديال الطلاق، ولكن خصنا نعرفوا الاسباب. وهذاك المسؤول اللي حاطو سيدنا نصر الله خاصو يعرف علاش هادشي كاين وكيفاش جا، وخاصو يكون عنده ناس مساعدين معاه، ماشي واحد تيشرق والاخر تيغرب. اكيد خمس سنين ما غاديش يخدم مزيان، غايجيبوا واحد اخر حتى غادي يستاهل هذاك اللي غادي يشد المنصب ديالو. اللي حنا دابا فيها كاينه غير الوعود الخاويه، باقي ما شفنا حتى شي حاجه مزيانه لا بالنسبه للشباب لا بالنسبه للشياب لا بالنسبه لاي حاجه. وباغي ندوي على غير على المجال ديال الصحه ما شفنا فيه حتى شي حاجه، وباقي الشعب ساكت فهمتيني. دابا بحال كنقولوا حنا التفاهات داك الشيء كيعطيهم واحد مرتبه عاليه واهتمام بزاف. هاد الحملات اللي كيديروا دابا الشباب وكل شيء ما كاينش حتى شي نتيجه. الحكومه باقا ما شفنا عندها حتى شي حاجه. اللي شفنا دابا هما كيقادوا في التيرانات وكيقادوا كيبينوا زعما اوروبا راه حنايا دوله راقيه وكذا، وكاين النص ديال السبيطارات عندنا حنا راه ركشين دابا كتمشي غير كتلقى الدول الحمر. هاد الحكومه اللي حنا فيها ما دارت لنا حتى شي حاجه مزيانه. ما هما كشي دابا الصالير سميك باقي هو سميك، السيكيريتي كيخدموا 12 ساعه كيخلصوا 8 سوايع، باقي ما شفنا حتى شي حاجه في هاد البلاد اللي عجبنا وتخلينا في هاد البلاد. دابا اي واحد تسول يقول خويا بغيت تمشي بحال هادشي، حنا البيبان نشوف عاد غير مؤخرا كشي شحال ديال الشباب باغيين يضحيوا بحياتهم. علاش؟ وعيالات غاديين بولادهم. ملي كتشوف هادشي بحال هكا الفيديوهات عارف البلاد ما فيها حتى شي حاجه. اكثر هي الحكومه باش غيوعدوك دابا، باش غيوعدوك فرص الشغل ما كاينينش، بزاف الحوايج ما كاينينش، شي كياكل في شي، وما كيبغوش الخير دابا يتسناو اللي خارج على البلاد كامله. باقي الحقد والسم في قلوب ديال بنادم، نهار غيتحيد عاد غنشوفوا الحكومه هذه جديده ولا، حيت الانسان كيتباع ب 4000 فهمتيني. نهار كتجي التصويت ولا ترشح كيبيع راسو، كيعرف شو هو راسو 50 غيبقى مشجون. دابا شي حاجه من 2019 تمشي دابا مزيانه، ها هما الراميد حيدوه داروا هذا الام وهذا كيخلصوا 500 درهم، ها هما حيدوه الناس معاق ما عندوش الحق في هذه البلاد. هذا ما عرفتش تختي لما غناشدوا حنا، والله ما عرفنا لما غناشدوا، بقات الثقه في حتى شي واحد. الحكومه واش عندك ثقه في هاد الوزراء الجدد؟ اختي راه بحال الاولين بحال الاخرين بحال اللي جايين بحال هما كاملين بحال قلتي مغرفه وحده فهمتيني. داك الشيء اللي مشى به الاولين كيسالوا به الثاني، متفقين دابا هما عايشين في واحد الجزيره بوحدهم والفقراء بوحدهم. دابا المغرب مقسم بحال دابا هما غير الناس ديال المدينه هما ريبوني، اما ديالهم يريبوني اش دوم غير لوحو بني خلاف ولا غير لوحو في الهراويين ولا في شي بلاصه بعيده ويخليو الناس كترزق من البحر بزاف د الحوايج. بانت شي حاجه دابا الحكومه غدير هادشي من بعد. حق ديال داك الانسان ما كتاخذوش، الصحه ما بغينا حتى شي حاجه، السمي كيتزعزع شويه والو فرص الشغل. هاد البلاد نبداو نتحمسوا لهم، نبداو نفيقوا حنا كشباب والبارتمات يعطيهم شويه يتعاونوا مع الشباب والو. ما كاينش داك الشيء اختي، ما كاينش داك الشيء. دول حقك تمشي للحبس. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.